شو بنك؟ شو بنك؟ هاي تالت مرة بالاسبوع بتطلبي مني مصاريف الاكل، لو مخلف ديناصورات ما تطلبي كل هاي. اي لابا اي لابا، اذا وصلت معك الامور تحسب على الاكل والشرب فالامور تمام. بدهم ياكلوا شو انا يعني لا تاكلوا. قولك هذا الاسبوع دين الماركت وصل ل 2500 ليرة باسبوع واحد. خلص انا رح اعرف لك مين عم خلص الاكل بالبيت، رح القطك يا متلبس. ايوه وشو رح تعملي يعني؟ انا هلا لسه عامله صحن معكرونه بشاميل وحطته هون على الطاوله، اول واحد رح يشم ريحته ويجي معناها هو عم خلص الاكل بالبيت. معكرونه بشاميل على الطاوله وينه بالله؟ هداك اللي على الطاف. وين صحن المعكرونه؟ لك هلا بعيدي حاططه. وين راح؟ اي لابا نحن مالنا محتاجين اكل البيت، نحن محتاجين نجيب شيخ يخرب بيتكم. وين عم بروح الاكل؟ اي لابا كريستيانو متراجع كثير ما مطول يا اخي، مو مطول النوم. اي والله بتصدق بالفترة الأخيرة كريستيانو ما وعي جبني منوم كأنه مو هو. ما أنا قلت بس يمكن عملني متغير عليه بجو من أوروبا لآسيا، فبيزبط بيمشي حاله. أمي كمل ليش وقفت؟ بيشو أضربك وراح بيشو أضربك، عندك امتحانات ماضية مباريات. اسمعي الصوت ضجة صوت إزعاج، أنا ما عم بقدر ركز، ما عم بقدر محفظ، بدي أحفظ على اليوتيوب على الأستاذ تبعي، ما عم بقدر. صوت عيني ليش عم بيضيع؟ يعني أنت حشتك الصوت العيني وما عم تقدر تحفظ؟ أي نعم الصوت العيني ما عم بقدر ركز منه. ماشي أنا رح أحلل لك إياها، مسوك هيك ما رح تلزمني، حطها على خلوتك. شو هالسماعة هاي؟ بلوتوث. منين جايبتي اياها؟ شو بعرفني؟ لقيتها بالماركت وانا عم بجيب كيس معكروني. المهم حطها وشغل اليوتيوب واحفظ من الاستاذ اللي قلت لك عليه بسرعه. لا ما راح يمشي الحال، انا بدي سماعاتي، بغير سماعاتي ما بقدر احفظ. لا ما راح يمشي الحال. لا انا قلت من الاول لازم استخدم البابوج. صدقيني انا هلا لسه عم سكر الكتاب، يعني حفظان كل شيء خالص. شو بدك تسأليني؟ ايه شو عليه؟ حفظت التاريخ اللي قلت لك عليه الصبح؟ اي نعم حفظته. ممتاز، السؤال الكربش فيه مخك على طول، مين فتح الاندلس؟ شو؟ لحظة شوي، على فكرة من فتح الأندلس؟ أنا هلا كنت بعرفه. لا مين فتح الأندلس؟ شوفي صح بسرعة بلش حفاظه عشان يتضحك بسرعة. ماشي فورا. شلون صار هيك؟ شلون جاوبت على السؤال؟ معقول أنا متفوق ومجتهد ومنتبه على الأستاذ فتذكرت؟ إيه لا ما بتصير، بعمري ما انتبهت على الأستاذ أنا. وين موبايلي؟ وين التليفون؟ جروب الشلة الفاسدة، شباب بكرة امتحان شو عنا؟ وأي ساعة؟ وأي وقت؟ بعتوا لي كل شيء لأني ماني عارفين شيء منو، ماني عارفة أول واحد يحطني. يلا بسرعة يا زفيت مشان تاكلوا الاكل جاهز. يلا جاي قلت هيك سؤال مستحيل اقدر جاوب. عندك ولك يخرب بيتك ولك كل ما بشوفك على هالتليفون ده بكره عندك امتحان يا بني ادم مو عندك. ولك عم بحفظ يعني اذا طلعت انا شايل بايدي موبايل معناتها خلص انا طلعت ما عم بحفظ. لحظه شوي بس شو بدك يعني؟ بدك يعني اقطع يعني وشايل دفتر في ايدي هيك اكله يا علم؟ استغفر الله العظيم. بس امي وين الاكل على اساس جاهز؟ ايه طيارة لأنه أنا طيارة، الأكل لسه بده نص ساعة، واللي ما هو عازبه ينزل ياكل من تحت. لا معلش، بابا هون على السلة. أنا نزل لتحت مينو كمان؟ شباب أنا هذا السؤال ما قدرت أحله، صعب كتير، دبروا لنا حدا يحلها بسرعة، لأنه صعب وراح يجي بالامتحان على الأغلب. شو؟ عريف الصف والأول على الدفعة، ما قدر يحله للسؤال، نحن بدنا نحله؟ يخرب بيتك كلنا كناريش. وين السؤال؟ وينه؟ خلينا نشوف الأستاذ هذا شو عم بقول. أنا حليت سؤال، لك كيف وشلون؟ لا هي علاقة بالموضوع، أنت أكيد لك علاقة بالموضوع، أكيد. شباب أنا حليت سؤال، اللي ما قدر حدا يحله منو، اللي عارفين الصف ما قدروا يحلوه، بدكم جواب عدوية بعت لكم إياه فورا. وأخيرا حلم الحياة تحقق. هي، فأنتِ منين جيتيني؟ منين؟ يا ربي يعني جوابه مسكون لا بالكتاب ولا بالملخصات ولا بالنقط، شو بدي احله انا هذا؟ منين اجيبه يعني؟ بالمنام يجيني جواب. ولك شو هالسؤال اللي كل هاد صعب عليكي؟ قولي لي يا بحلل لك يا بكي بقدر بس عليك قولي لي. نعم ايه روح عمو روح من هون
طول عمري عم يحكي قال بده يساعدني. إذا أنا ما قدرت أحله كنت فلاح ونجاح أحسن ما عم تسقط روح منهم. ولك احكي أحسن لك رح تندمي. ها ماشي ماشي يا سيدي. السؤال هو عدة خلفاء الدولة العباسية. العباسية؟ لحظة سجدي عندك، سجدي عندك جواب بسرعة. يشمل هذا العصر 9 خلفاء، أولهم السفاح وآخرهم الواثق، واستطاع العباسيون فيه تأكيد قوة خلافتهم، وهذا العصر يسمى العصر الذهبي للدولة. كيف عرفت يخرب بيتك من حالك؟ ما حدا بيقدر بيعرفه. احفظي، احفظي بقى، سلامي. أحلى من هيك ما بقي، ولا سؤال عم يصعب علي منهم. قفلت المادة كلها. والله العظيم حرام عليكم. ممتاز، والله ممتاز. شو عم بيعمل الأستاذ هون بقى؟ شو عم بعمل يعني؟ شو عم بعمل؟ عم بحفظ، عم بحفظ. رجع لك. مين؟ مرحبا، أنا موظف الكهرباء بشركة الكهرباء. حاططك عليك 5 فواتير مطنش عليهم وما بتدفعهم، فجيت حتى بلغك فيهم. عليك فواتير متأخرين، الشهر الأول 450 ليرة، الشهر الثاني 350 ليرة، الشهر الثالث 270 ليرة، الشهر الرابع 390 ليرة، والشهر الخامس 600 ليرة، وطبعاً ضايفين عليك 1200 ليرة ضريبة تأخير و600 ليرة ضريبة موظف كان يجي يدق عليك الباب وحدك مطنش ولا تفتح له الباب طاول أصلاً، وضايفين عليك 790 ليرة زيادات اللي كانت تجي على الفواتير وحطتك كمان مطنش على الموضوع، بالأخير الدولة خسرتك 3%، فلذلك بيطلعوا معنا. لحظة 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 شوي لو سمحت، هدول كلياتهم ايش قد صار حسابهم يعني؟ مخي ما عاد استحمل لهم. معك آلة حاسبة نحسبهم؟ ما في داعي مبالغ آلة حاسبة، ما في داعي، أنا حسبت لك ياهم، حسابهم 4600 ليرة صافي، نقصت 3% خصم طلع عليك 4462 ليرة، بالضبط مع حساب ضريبة التأخير وضريبة الموظف والزيادات اللي كانت تيجي على الفواتير والأشهر الماضية كلياتها على ليرة، 4462 ليرة، 1900 ليرة صافي منهم، بقي عندك 292 ليرة، 4462 ليرة صافي مع الضرايب وضريبة الموظف وكلياته خالصين. ما شاء الله كان. هاي التربية بترفع الراس، ولادي متفوقين، ولادي من الأوائل. من قيمة الشمس ترقعنا من يوم يوم اكتئس حبيبي. أي خدمة، أي خدمة. والله رح صلطقنا، رح صلطقني. تفضل عبادة. عبادة بدي أعطلك شوي عن الحفظ. تعطيني. الله يسامحك، الله يسامحك، ما أنا خلصت حفظ خالص. جهزوا حالكم هاي السنة، رح أطلع أول على الدفعة، رح أطلع أول على البلد كلها، بس جهزوا حالكم. ممتاز، بدك تجيب لي شوية أغراض وما نكتر. علبة سمنة، علبة زيت، كيس رز، كيس برغل، كيس شعيرية، علبة كلور، علبة سائل جلي، وعلبة كاتشب. وشوية تشكيلة فواكه، هاي 250 ليرة، رح يصفى معك 20 ليرة خدقلك. تمام أمي، بس لا، ما رح يبقى لي 20 ليرة، رح يبقى 30. يا غبي، يا غبي، يا غبي. لك ايه والله صح، انا حسبتهم بسرعه. بتجيب الباقي كلها ولا كبي ما انا صرت صحيح بسرعه. لا انا عم بشغل مخي بس مو كل هاد يعني. لا مو كل هاد. احفظ 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 يا فحيح عشان ما تسقط مثل كل سنه. اي خليكي بحالك، خليكي بحالك. يلي ما لا عارفاني تعداد الدوله العباسيه ايش قد بلا بقول لامي انا اللي قلت لك. انت اسطوره، انت اسطوره. خليني احط راسي ونام عشان بكره اكون جاهز للامتحان، لانه شكلي اول واحد اخلص الامتحان. خمس دقايق بلحق بلحق مي ما تاكليها انا اموري لوز بتاكليها. اي مثل ما بدك انت حر. يا صباح العسل. يا السماعه، السماعه، السماعه وينها؟ اليوم خدوش اخذتهم راحت. يخرب بيت السماعه. امي 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 شو بالك هلا صرت مستعجل على اساس امورك لو ولك هلا ركزي معي. السماعه، السماعه، السماعه وين السماعه وين؟ انا سماعه وما فهمت. ولك السماعه اللي اعطيتني اياها اللي قلتي لها اتيها بالماركت هي لازمتني كثير. وين وين اختفت وين؟ اه السماعه، السماعه. امبارحه بعد ما نمت دخلت تمرمت الزريبه اللي نايم فيها انت شفتها قلبي على الارض مكسوره شلتها ورميتها بالزباله. زباله؟
انو زباله كيس الزباله وحطيته برا، طلع المسؤول عن تنظيف البنايه اخذه وعطاه سياره الزباله. قولي زباله، قولي زباله، قولي مجنون. انا عندي عيله مجانين ما عاد بحر. منين طلعت سياره الزباله؟ منين طلعت؟ قولك يا بني ادم روح لحال امتحان الله، شو بدك بسياره الزباله؟ قولك بحي المهم سياره الزباله منين طلعت؟ وروح طلع على الاوتوبان دير من الزباله البنايات الثانيه ان شاء الله الحق يا رب ان شاء الله. ولك شو نصها؟ شو نصها؟